السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين مغارب نيوز أينما كنتم داخل وخارج الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. معنا على المباشر قصة أخرى من قصص المجتمع المغربي، ودائما مع الحالات الإنسانية. هذا الرجل اللي كتشوفوا معنا على بعد الشاشة، وبعض الله بعض الله لاحظوا معنا يعني فين كاين اسد السيد هذا. لاحظوا معنا هذا السيد هذا، واللي غتعيشوا معنا واحد القصه صراحه هي قصه مؤلمه جدا، غادي تتابعوها معنا الان. السلام عليكم. وعليكم السلام سي عبد الله. كي هذا الراجل؟ الله يحفظك. نقول يا سي عبد الله، ماشي، شنو هو المشكل اللي خلاك كتعيش دابا هنا؟ لقيناك دابا انت ناعس هنا، ما عرفتش شنو اللي خلاك تنعس هنا سي عبد الله؟ اللي خلاني ناعس هنا سيدي هو كنت خدام، ملي قلالت صحتي وهذا وسياسيك لقيت هذه البلاصه راه مده ديال 3 سنين وانا هنا. 3 سنين؟ 3 سنين محني الله يرحم. كتبان ليا كتنهج سي عبد الله. انا حمريت وعيان شويه. سياسي خاصو كيفاش وليتي هنا سي عبد الله؟ ما عرفتش كيفاش وليتي هنا انت دابا. كيفاش؟ كما قلت لك اخويا كنت خدام صحيح بخير وعلى خير، ملي كبرت ومرضت ما بقى حد قبلني، يعني كنمشي نمشي خدمه غادي كنعيا في البيت. حاول ترفع صوتك سي عبد الله باش يسمعوك الناس. حالاتك ما كاينش عي. وكاع كنمشي دابا لشي خدامي وهذا تيقول لك لا راك كبرتي صاحبي. كتمشي شي خدمه كيقول لك كبرتي. كبرتي نعم. ما كيقبلوكش سي عبد الله. ما يقبلونيش من حقهم. كترجع عاوتاني للشارع سي عبد الله. كنرجع ثاني نبقى هكا هنا ندور هنا ندور هنا، ملي كتجي العشيه هذا كيسدوا هاد الناس كنجي كنجي حمايا. الشتا والبارح والله إلا نعس فات قال في بيت نعس. البارح من اللي تما في الشتا ما سالاش شي فلوس لا لا كله فاز. حول الله. شنو دابا انت مريض سي عبد الله ولا شنو؟ مريض اخويا ولا حمي الله رحيم. لا حول ولا قوة الا بالله. كتبكي يا عبد الله؟ انا كبعد مرات ما كناش كنتفكر الوالده بقات عندي زيد بنتي نتجمع انا وياها هي دابا عندك شي هي مريضه باغي تمشي هاد المهمه وما عندكش الجهد. عندي الجهد واه انت بحالك وكتفكر في امك مسكينه. انا ماشي ما نفكرش في مويمتي نحضر عندها نكون حداها نبوسك ليا ندير دعم الخير كما غير. كتبكي يا سي عبد الله ياك؟ لا اله الا الله محمد رسول الله الله يسركم. ما قليل شي حد اللي كيدوز ولا شي حاجه قليل كان كاع ما كيديها فيك ما كاع مع الزوار. عرفتي شنو هو اللي عجبني في سي عبد الله؟ هو رغم انه هو محتاج شكون اللي يعطيه، ولكن لاحظوا معنا حاط واحد الماكله هنا اللي غتشوفوها. اه لاحظوا هاد القطه هادي، هانتوما لاحظوا هاد القطه هادي، هانتوما لاحظوا يعني عرفتي شنو هو اللي عجبني فيك عبد الله؟ وانت دابا محتاج لشكون اللي يعاونك وشكون اللي يعطيك، ولكن كترحم هذا الحيوان هذا كنشوف فيها مسكينه عايشه معاك بحال مولفاك. ملي كانت صغيره وهي كتجي كتسمع على النباح ديال الكلاب وهذا وكتجي مسكينه تنعس هي هنا حتى كبرات دابا راه والده. اه كبرات معاك مسكينه تمشي شاد. هنا راه والده دابا. اه هذا كنشوف فيها هي كنشوف فيها هي كتاكل. اه هي كنشوف فيها مسكينه هي. اه يعني صراحة
ارحموا ما في الارض يرحمكم ما في السماء. با عبد الله قشتي انت ملي رحمتي هذا الحيوان غادي يرحموك المغاربه ان شاء الله. اللهم يا رب العالمين. سمعتي با عبد الله؟ هاد اللقطه اللي شفت عندك انا صراحه اثرت فيا بزاف وجات لي البكيه. هما ساكن كي يتسالوا منا باش نرحموهم تا هما ونوكلوهم وهذا. لا اله الا الله محمد رسول الله. واخا با عبد الله شنو الطلب ديالك دابا؟ با عبد الله شنو بغيتي دابا انت؟ الطلب ديالي اخويا من المحسنين اللي كيشاهدونا الله يجازيهم بخير يدبروا لنا في شي محل باش نتسالوا حتى مرتي دابا مرتي بسياتيك با عبد الله ياك؟ سياتي خويا ما بقاش نقدر كاع نتحرك بزاف. ياك راه كنشوف في الحاله با عبد الله كنشوفك ما بقيتيش بديت تتحرك بزاف انت. دابا ملي في الصباح كاع ملي كنوض كنبقى والله الا كنجي كنبكي ما كنقدر بحال داك الضوء كيضرب ليا في العينيه وكنبقى ندير شحال وانا واقف كنتألم وكندير عادي يلا نتحرك واحد الخطوه ولا جوج ضرب ليا ولا سميتو. ودرت الدواء العراض درت الحجامه درت هذا ولكن امر الله ما تيخلعوني. دابا كيقول لك خاصك دير عمليه وانا ما خصاصيش باش ندير العمليه وما بغيتش نديرهاش. شنو هو الطلب ديالك لخوتك المغاربه ووليداتك والناس اللي كيشوفوك دابا معنا اللي كيشوفوك الان والناس اللي غادي يشاهدوا القصه ديال با عبد الله؟ شنو الرساله ديالك لهم با عبد الله؟ الرساله ديالي لهم هما تكون شويه ديال الانسانيه ويشوفوا الخوت ويتعاونوا معايا تعاونوا معايا في شي ناحيه اللي بان من الصقر حتى يديروا الامانه امانته. الله يجازيكم بخير ايسر امركم ويحل عليكم والله يضيع الله اجر من عمل عمل حسن. الله يفرج عليكم. انا راه 3 سنين دابا بالشتا بالبرد بالعجال بالمشاكل بالزنقه وربي يحفظنا الحمد لله شاد ثقاري راسي هذا هو اللي جعلني اني كنمتاز الثقار وبالهنا مع الناس الكبار والصغار ونمشي لقصر الله. الله يفرج عليكم. واخا با عبد الله واخا 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 قول لي يا با عبد الله بغيت نسولك بعدا باش واخا واش كاين شي وليدات كاين شي جواز كاين شي لا ما كاين لا حنين لا رحمه والو ما مجوز لا وليدات لا والو بقيتي حتى كبرتي قلت لك با عبد الله يوم غدا يوم غدا الظروف ما ساعدتكش با عبد الله الظروف ما ساعدتش كنبغي هادشي لا طبا بحني الله رحيم الله سبحانه وتعالى. انا قلت لك سير امي ما بغيت نسمع معاها معاها ما غير ما كرهتيش تجمع انت ولا امي؟ ما با عبد الله ما كرهتش اخويا والله ما كرهتش. كتفكر كتجبك يا با عبد الله؟ ما كناش كاع والله ما كناش. يعني ما بغيتيش لامي ما تعذبها معاك مسكينه تاهي؟ وهذا هو المشكل. بعد من عراض شويه هنا وشويه هنا وملي كيجي بحمد الله سبحانه وتعالى كنزوروها مره مره. هي كبرات مسكينه راه عندها تقريبا واحد 85 ولا الله يفاجئ لك با عبد الله. اللهم امين يا رب العالمين. هذه الكلمه نقول لك الله يفاجئ لك با عبد الله الله يفاجئ علينا غير با عبد الله. اللهم امين يا رب العالمين الله يخير بك الله يخير بك. اذا مشاهدين ديالنا الاوفياء كما سمعتوا معنا راه قصه غاليه عن كل تعليق. با عبد الله راه سمعتوا فيه كيعيش مسكين واللي جميل في با عبد الله وانتم شفتوه على المباشر انتم شفتوه على المباشر لاحظوا معنا يعني الجميل في الامر انتم الجميل في الامر انتم الجميل في الامر ديال با عبد الله هو انه الجميل في با عبد الله هو لاحظوا رغم انه كيف ما قلنا هو كيعيش القساوه ديال البرد الحياه ولكن رغم ذلك عنده واحد الرحمه بالحيوان. لاحظوا هذه صوره غنيه عن كل تعليق
والمشاهدين راه غادي يحكموا، حيت حنا هنا ما كنجاملوا حتى شي واحد، ولكن هذه راه صوره غنيه يكون تعليق على المباشر. هذه لاحظوا هذه القطه، هذه انتم لاحظوا معنا هذه القطه، هذه ها هي انتم لاحظوا معنا، هذا هو الاكل انتم اللي حاط لها ابو عبد الله. هاو انتم لاحظوا يجي لاحظوا هذه القطه، هذه راه كتعيش مع ابو عبد الله مسكين. ابو عبد الله هو في حاجه للمساعده وفي حاجه للدعم وفي حاجه للناس اللي يعاونوه، ولكن رغم ذلك عنده واحد الذره ديال الرحمه، وكما قال هو ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. اذا حتى انتم اخوتي المغاربه اللي كتشاهدوا هذه القصه ديال ابو عبد الله، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. كنتمنى صادق من كل القلب ديالي من خوتنا المغاربه داخل وخارج ارض الوطن انهم ابو عبد الله كيف ما هو الله سبحانه وتعالى راه فوق سبع سماوات، يعني كيقول بانه ارحموا من في الارض يرحمكم من السماء. ابو عبد الله الحمد لله راه لقيناه كيرحم هاد القطه هادي على المباشر، اللي كما سمعتوا هي كانت صغيره وولدات مع الوليدات وهي مسكينه باقا كتجي عنده. الوفاء ما بين الانسان والحيوان، فاللي كنتمنوا من خوتنا المغاربه هما انهم يدخلوا الفرحه والسرور على ابو عبد الله، ونرجعوا ان شاء الله نسجلوا مع ابو عبد الله في شي محل في شي بويات مسكين حتى هو اللي استقر فيها هادشي اللي باقي ليه في عمره، ما عرفتش شحال باقي ليه في عمره. اذا ابو عبد الله عطينا النمره، ابو عبد الله عطينا النمره، ابو عبد الله عندي تليفون عاد. عطينا النمره ابو عبد الله بعد، عطينا النمره ابو عبد الله. تليفون عاد واخا عطينا النمره ابو عبد الله ورا لينا. هي النمره هي عبد الله 06 57 36 76 16. أعيد 06 57 36 76 16. وغير المعلومة الله يجزيكم بخير خوتنا المغاربة لا داخل وخارج أرض الوطن، بالنسبة لبا عبد الله مسكين فهاد التليفون عنده هو تليفون عادي كما شفتوه، ما فيهش النمرة ديال الواتساب، ولكن عنده الثقة في واحد الدرية مسكينة راه كتجي كتشتغل هنايا، عنده فيها الثقة التامة ياك أبو عبد الله؟ نعم هي مسكينة عندك فيها الثقة هذيك الدرية؟ الله يجازيها بخير. كتعامل معاك مسكينة؟ أكثر من أخت والله العظيم، إلا أكثر من أخت. الله يجازيها بخير. الحمد لله. الله يجازيها بخير. الحمد لله. يا خير ربي اللي غادي يخلص. الحمد لله. يعني إذا كما سمعتوا معنا واحد الدرية مسكينة راه خدامة هنا كيتيق فيها، هي اللي عندها الواتساب. المهم اللي تواصل مع أبو عبد الله إن شاء الله فاكيد بو عبد الله راه غادي يعطيه النمره ديال ديك الدريه مسكينه هي اللي عندها الواتساب، حيت بو عبد الله عنده تليفون عادي ها هو كتشوفوا فيه. ها هو ها هو شفتوا ها هو الهاتف اللي عنده مسكين عادي. اذا بو عبد الله كلمه الاخرى باش نختموا، كلمه الاخرى للمغاربه. الله يجازيهم بخير في هذه الحواشر وهذا الشهر المبارك للمقبل ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله بو عبد الله غيكون الخير ان شاء الله. إذا بو عبد الله صراحة الدموع ديالو سابقاه، واللي كنتمناو من خوتنا المغاربة داخل وخارج أرض الوطن في هذا الشهر الفضيل في هذا الشهر ديال الغفران أنهم ينقذوا بو عبد الله من هذا الشارع هذا، يعني صراحة ثلاث سنين هو هنايا. إذا إلى هنا سنأتي على نهاية هذا البث المباشر، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في بث آخر إن شاء الله. كان معكم مواسي المغرب نيوز مصطفى كرني، وحييكم وإلى اللقاء.